لاحظوا ما مشى من هنا عادي سبحان الله، بس جيت هنا ويخفص الجن ونزل بطنه كله بيض. شوف الشكمان صدام، هذا اللي قال لك مخ جربوه. فتوقعوا يا الربع. اي والله توقعوا. وجب جاهز ضرير للتحاميل، نسان ومجهز وعادي غياره، عزبه وتنكو داخل الدرج ديبيل، ولا يكم شاطر وسط الغماره. ما حط له غير الدبل ضغط وزرار، وما حط له بين مقصات خابو. شوف الغراز يا رب، طلع روحه بروحه. هذا طير شروه.